يا صباح الخير ويا صباح العافية مرة ثانية على كل مشاهدين. وصلنا محور حلقتنا الأول لهذا اليوم اللي راح نتحدث فيه عن موضوع جدا مهم ومهم السيدات وحتى الرجال، حيث يحتاج الشعر إلى عناية كبيرة، فهو يعكس المظهر العام للشخص، وأن عدم الاهتمام المناسب به ينتج عنه مشاكل عديدة ومختلفة مثل التساقط أو التقصف وحتى التكسر والجفاف أيضا وقشرة الرأس وأيضا ظهور الشيب المبكر. أكيد يا هبة، كل هذا والأكثر راح نتعرف عليه عن أسباب تساقط الشعر في فصل الصيف وطرق العلاج مع اللي راح تتواجد ويانا خبيرة الشعر أكيد أستد معداني نورتنا، وطبعا أنا من متابعيك يسعد صباحك. أنا راسي صباح الخير عليكم وعلى كل متابعيكم، نورتينا. يا صباح الخير يا صباح العافية. بالبداية خلينا نحكي على أنواع الشعر. أوكي، الطبيعي أو نعم. المستعار؟ لا طبيعي. أنواع الشعر تبدي من عندها أنه بي عدة كسرات، تبدي أنه من عندها الدهني الجاف، تبدي بأنه من أكثر شيء صعب هو اللي يكون بي قشرة. أها، أي يكون بي تحسس أكثر اللي خاصة فصل الصيف. أها، اللي يكون بي قشرة تكون مو أي شامبو يرهم، يكون غسلة لازم يكون بطريقة المواد اللي ما بيها أملاح، حتى المي نفسه لازم يكون مقطر، لأن إذا مو هيك راح تزيد القشرة وراح تصير التهابات، فأكثر شيء الشباب معرضين لهذا الشيء. ويأثر على صحة الشعر نفسه طبعاً، إذا أكيد. كانت فروة الرأس يعني قشرة وهذه التفاصيل حتأثر على صحة الشعر وجماليته. أول نوعية تتعرض بالصيف هي اللي يكون الفروة بها القشرة، تكون هي ما بها مناعة، تكون دهنية مزعجة، تكون حتى البنية أول شاب يكون قد ما يغسل يزيد. أي طريقة علاجها تكون مو صحيحة، فدائما يأخذون الشامبو يكون ضد القشرة، أو هذا الشيء هو هذا أصلا شيء خاطئ. لازم يستخدمون مواد طبيعية صحيحة، يمكن صابونة بها حل أكثر من الشامبو. حلو. طيب خلينا نحكي على فصل الصيف. طبعا بفصل الصيف نعاني هواي من المشاكل شعر وحتى البشرة، صح؟ شلون نمنع تساقط الشعر بفصل الصيف وشلون نقدر نعتني به؟ طبعا المتعرضين لتساقط الشعر اكثر شيء هم المحجبات. اها، يعني المو محجبات لا تخافون عليها، كل يوم يعني انتم لا تخافون، الشعر هم يتاثر. يتاثر بس اهم شيء انه مفتوح. أهم شيء ده يتنفس، الفروة ده يدخل لها مهما يكون ده تدخل لها رطوبة، مو بنفس المحجبات النفسي. المحجبات النفسي شوية كلش صعب إنه يعتنون به، لأن دائما هو متغطي. فهنا أنا شلون نعتني به بالشعر؟ كمو محجبات نعتني به الطبيعي إنه سيروم صحيح، تحاولين تقللين من الشسوار، وإذا مفترين أكو تسريحات تقدرين تسويها بدون شسوار. حلو. ليش دائما إلا شسوار؟ الشسوار كلش يتعب فصل الصيف، تكسر الشعر، صرت ادش تساقط خفيه بالشعر، يعني تعانين اكثر البنات المحجبات عندهم خفيه بالشعر 50%، صح؟ اي يعني تفتح شعرها تشوفها كلش خفيف. ليش؟ لانه هي فقط يعني خاصه العمليه تريد الشسور وتريد تخلص وتطلع، يعني عندها شغل، صح؟ اي فحاولي انه سيروم شامبو بلسم بدون املاح، هم نرجع نقول اي اهم شيء انه تبتعدين عن الشسوار. اكو تسريحات بدون هاي بفصل الصيف. اي نعم نعم. زين، اليوم بدك تذكرين انه استخدام المواد الطبيعيه، طبعا اليوم تكثر المنتجات اللي متوفره بالاسواق التجاريه، ممكن ايضا حتى بعض هذه المنتجات اللي متوفره على مواقع التواصل الاجتماعي التجاريه اللي احنا نشوفها، هي تكون مضره ايضا بالشعر. اليوم شو اني الاساسيات اللي لازم اعتمدها وحتى تكون شوي عندي ثقافه فكريه، او ممكن اني يكون عندي وعي اكثر اشوف المنتجات اللي تناسبني؟ وعي حلو بمنتجات الشعر من اول مره تبين. اها، من اول استخدام. ما تحب نفس البشره طوله بالي. فالشامبو مرات من السافرين بأي دولة شامبو برسم عادي تستخدميه تشوفين شعرك صار بيه نشط، صح؟ أي صارت بيه هاي النفشة إنه اللمعة. هو مرتاح اللمعة. فأنتي دائما تبحر يعني تدورين على المنتجات الطبيعية، المنتجات الصحيحة، مو فقط نقول إحنا إعلانات، صح؟ التجارية. فأني مرات تجيني تقولي استخدمي فلان من ماركة فلان ماركة فلان ماركة، أقولها هذا كله مو صح، أنتي تستخدمين الغلط. استخدم الشيء اللي يرهم لك. طيب المنتجات الرائجه اللي موجوده، مو فقط الطبيعيه اللي موجوده، الاسماء المعروفه. نعم. اليوم نعم. هاي فعلا مضره بالشعر ايضا، لان نشوف ايضا بالفتره الاخيره كل ظهرت شيء. بالنسبه لي انا معالج مسرح مضر. اول نقطه لازم معالج مسرح، والمعالج والمسرح المضر،
صح. المعالج لا تخافين منه. فاكثر البنات من السرقة تساقط، من السرقة تكسر بالشعر، راسا حلها الوحيد معالج مسحب. فانا راسا اقول لها انت دا تستخدمين مواد كيميائيه هسه، مش كل شيء مسرح تحنيط للشعره، هو ما راح يعالجها، هو فقط ينومها. زين احنا نريد علاج. فارجع واقول لها كل شيء معالج مسرح ما تستخدمين، كل شيء كرياتين تتركه. تترك لان شعرها تعبان، ما له دخل الكرياتين. مغذيات تقدر تسوي حتى بالبيت، حمام زيتي وتسوي كل شيء من البيت. ترى مو صعبه. ناخذ وصفه سريعه نشرحهم. يعني وصفه سريعه مثلا بيض، عسل، زيت الزيتون. هذا وحده يصير حمام زيتي. افضل لك على الاقل انت مسويتها بعينك وتعرفين المواد، تعرفين المواد كيميائيه ولا مواد حافظه. اقوى ماده لو ما يكون سعرها الا الله ما يعبر، هذه اسعار لبالك وبالي وبالك، هي ما تسوى. صح. تمين عليها تلقيها ماك، مستحيل اكو بكذا مبلغ هيجي. صح. المواد الشعر كلش غاليه. صح. بعيدا حتى عن الاسعار هي ايش قد حتكون مضره اكثر ما هي تكون نافعه. فبالبيت يعني اذا أده مثلا حمام زيتي، سوي لها خلطه من البيت. ترى هسه احنا عندنا تطور، تقدر تطلع هوايه اكو مواد يوتيوب اكو، وراح تلقي شعرها يتحسن اكثر من المواد اللي تكون ما متاكده منها. هاي البنيه ما متاكده من الماده اللي تشتريها. نعم. طيب ست دموع، بما انه احنا نحكي على منتجات الشعر والعنايه بها، نعم، المفروض انه لازم تكون المنتجات اللي نستخدمها بالشعر كلها نوعيه واحده، ولا اوكي انه من كل شيء نوعيه؟ بابا هاي التقييد، وخاصه اللي عندهم مواس، نعم، اللي يستخدمون الا هاي النوعيه. ماكو هذا الشيء اصلا، ما يصير تستخدم شامبو وبلسم نفسه بكل شعر، لانه حتى لو زين ما تعرف انت شنو اضراره للبعدين. نعم. يعني ما يكون هم بي مواد كيميائية. من يقول هو ما بي أملاح؟ من يقول هو ما بي مواد تأذي الشعر؟ أنت تتبهين العلب تختلف، بس الشامبو والبلسم هو نفسه. انتبه، نفسه يعني نفس النوع، تجيب نفس بغير علب بغير علب. طيب. بس هو نفس النوعية. تحدثنا عن علاج الشعر من فروة الرأس. نعم. كثير من أيضا أصحاب اللي عندهم شعر وهذه تشوفين أطراف شعرهم متقصفة جدا. نعم. وجفاف حاد. أكو علاج آخر غير القص؟ أنا بالنسبة لي القص مو علاج. حلو. لأنه يظل يجف ويصعد بالقص. الحال. يعني أنا والكوافير ما نتفق. طيب. أنا أفضل بأنه هي تعالج، هو جفاف. شلون تعطيه ترطيب؟ حتى شعر متقصف له علاج. اي شلون تعطيه ترطيب؟ غير ترطبيه، هو جاف. المتقصف معناتها جاف، فدائما زيوت هذا ما ينترك. يعني مو مثلا انت سويتي له مره بالاسبوع او مرتين زيوت وانتهت. لازم اقل شيء 7 مرات إلى 8 مرات. استمراريه. استمراريه. مكان جاف. شلون ترجعيه رطب؟ بالزيوت. خصم الحكي. طيب طيب البنت اذا تجيك وشفتي انه شعرها متساقط او طريقه التساقط شويه مخيفه، صح، هذا تطلبين من عندها تحليل معين او تشيك اب معين؟ اختصاصي. هنا اختصاص دكتور. نعم. هنا اختصاص جلديه. يعني ما تعطينها اي منتج، تقول لها روحي دكتور. اقول لها روحي دكتور. اول شيء النظام الغذائي كلش مهم. الحاله النفسيه كلش مهمه للمراه. صح. يعني تجيني تقول لي تعي ركبي لي شعر. وهي ما عندها شعر، يعني عندها فقط خصلتين، فاقول لها هنا ما اقدر اركب، ما يخصني يعني. ويعرفوني اكثر متابعاتي انه اني ما اركب شعر البنيه شعرها تعبان لو مهما يكون. ممكن هي حتى انه تريد تتحسن من المظهر لعزمها، ما اقدر لانه اني هنا دا ادمر شعرها اكثر. اي دا ازيد عندها التساقط، ازيد عندها الفراغات. روحي عالجي، سوي لي تحليل الدي 3 كلش مهم لتساقط الشعر، او يطلع عامل وراثي. العامل الوراثي ما له اي علاج، لا يمي ولا يم الدكتور، كلش صعب. النظام الغذائي، صدمه نفسيه حاده. هاي اللي تقول تسبب تساقط كلش قوي نفس. نعم. ما قلت انت الصدمه النفسيه تسبب تساقط للمراه ولا للرجل؟ وبالعلم الرجال معرضين لتساقط الشعر اكثر من المراه. طيب اليوم ممكن انه اكو عنايه ايضا لازم بالشعر المستعار اللي ايضا يستخدموه وهو له اضرار كلش كبيره على الشعر؟ 100% باضرار. انا اشتغل باعي، انا مختصه بعنايه الشعر البشره وبالشعر الطبيعي وبالشعر المستعار. فاول شيء اذا ما يكون الشعر شعرك يضرك مهما يكون. كل الانواع اليوم اللي متوفره بالاسواق؟ كل الانواع، بس اكو نقطه بانه انت اذا مضطره تركبين، احنا السبع طورنا نوعا ما، تغيرت الوضعيه عصر السرعه. فهنا البنيه تجي تقول انا اريد شعر طويل، هنا انا شلون تعتنين به؟
أول نقطة إدامة دائما تستمرين بها، يعني تخلي اللزقة تبقى مكان واحد، عم نتغيرين المكانات عم ما يصير عندك تساقط. شامبو والبلسم خاص للشعر المستعار حلو، حمامات زيتية تسوين أكثر بس ما توصليها للشعر الطبيعي أو الشعر المستعار اثنيناتهم، بس ما توصلي للتركيب. طيب قطرات تساقط الشعر 100% تسوي لك قطرة خاصة لنفسك، ما أعرف شلون ليش لأنه يصير عندك تساقط. تتعرضين 100% تساقط. تنصحين بالشعر المتحرك المثابت الإكستنشن يكون أفضل؟ أرحم أحسن أحسن شوي، هم بيأضرر أي بس هم بيأضرر، يحفر بالفروة مال الشعر. احنا نقول تعتني، وليش مو ليش دائما الا شعر طويل؟ نعم ليش؟ هي الحلوه حلوه، شعر طويل ولا قصير مو صح؟ اخل دائما انطي استراحه. يعني شعر اركب وشعر ما اركب شعر ما مضطر، هم من باب التغيير. اي اي على مود هم احلى، واني بالنسبه لي الشعر القصير احلى. اها يعني احب اللي اكون اشوف البنات شعرها القصير اشوفها مريحه اكثر. تمام. حضرتك ذكرتي النظام الغذائي وذكرتي الدي 3 ونظرتي وذكرتي عفوا الاعتناء بالشعر، خلينا نحكي على الادوات او الاجهزه اللي تستعمل للشعر اللي هي مضره المفروض انه نبتعد عنها بفصل الصيف. نعم يعني مثلا الشسوار والكاويه وهاي الشغلات. احنا ما راح نقدر نبتعد. نعم لان هذا صار شيء يومي. صح روتين مستحيل راح تبتعد، بس انت حاول تقلل تستخدم اقول لك سيروم، تستخدم كريمات للشعر، دائما تحاول انه لا تشدي دائما، خليه مفتوح نفس نفس نفسها يعني يكون افضل. لانه اذا مشدود دائما راح يسبب تساقط، وفصل الصيف احنا عندنا مو مريح يعني مو طبيعي يعني. صح. الحر يكون كلش قوي عندنا احنا، فهنا لازم الوحيد الواقع لك بديل الزيت او سيروم بس يكون اصلي. يكون نعم. اصلي هو هاي يعني مثل ان شلون احنا نحافظ على بشرتنا من تعرضها للاشعه الشمس المباشره، من نستخدم السن بلوك ايضا، ممكن اليوم السيرم شلون بتسوي واقي شمس الشعر يعتبر واقي نفس الشيء واقي. اكو بديل الزيت واقي الحلو، والبنات لحد الان ما يعرفون انه اكو واقي الشعر، اكو واقي بديل الزيت، اكو سيروم بس السيروم يدهن مهما يكون هم بين. فبديل الزيت افضل تنصحيهم؟ فبديل الزيت افضل طبعا اكيد. طيب خلينا نتحدث مسحات قليله. مسحات قليله مو كثرة، او ما يلامسون فروه الراس؟ لا ابد ممنوع. طيب خلينا نحكي على موضوع جدا مهم بالفتره الاخيره، نشوف شباب بعمر صغير، اذا سيدات واذا رجال يعني يظهر عندهم الشيب اليوم. صح. اكو علاج حقيقي فعال للشيب او ما يتم تداوله؟ هذا غير صحيح. انت سمعتي اكو علاج؟ احنا نشوف اكو اصباغ واكو صوابين. بس اصباغ على الأصباغ إيه يعني على مواقع التواصل الاجتماعي. افترات أكثر من 20 دولة. طيب. أبحث عن شيء يقلل الشيب، لأن هو نساء يطلبون مني هذا الشيء مو رجال. طيب. الصراحة ما لقيت هذا الشيء. ماكو. لأن هاي صبغة من رب العالمين. تخلص الصبغة، أكو عامل وراثي تلقي عمره 15 سنة هو عنده شيء. بالضبط. صح. وأكو تلقي عمره 20 سنة و 25 وهم عندها شيء. فأني دموع عندي شيء يعني طبيعي. احنا ليش الا يعني نغير شيء هو رب العالمين يعني هذا قانون ما تقدر الا يعني. فماكو اي شيء غير الصبغه او الشامبويات التقليديه او الصوابين اللي هم ايضا تحتوي على صبغه يعني هذا شيء وقتي. بس يقلل الشيب يعني ماكو لا حبوب ولا هذا الشيء. حاولت ألقي بس ما لقيت. أها طيب ذكرتي حضرتك الاعتناء بالشعر للسافرات، خلينا نحكي على المحجبات أو السيدات المحجبات، شلون يعتنون بشعرهم وطرق العناية بالشعر هي مشابهة لطرق العناية للسافرات ولا تختلف شوية؟ السافرات ما راح يشسورن، هاي يعني ما عندهم شسوار قليل. المحجبات المحجبات العفو هنا كارثه، بانه هي لازم تفتح شعرها 12 ساعه باليوم بدون شال. اكو بعض البنات عندهم بيوت عوائل ما يقدرون. بالضبط. تلقيها انا جتني وحده تقول لي سد مو انا ما اقدر، انا من الصبح لليل لابسه الشال. صح. زين شلون؟ قالت لي حلقت تقرا عين. قام يحفر الشال يحفر. يعني هنا تصير علامات تبدي خطوط وتصعد. والبنيه شعرها كلش طويل. قلت لها زوج حتى زوجها وياها، قلت لها ماكو حل انه الا 12 ساعه تبقى بدون شال. وقت الليل وقت الليل ما يفيد. اها يعني وقت الراحه هي ما راح تتحرك. يعني هم جامد الشعر. صح. فيراد لها يعني يراد لها اقل شيء بالنهار.
تشوف الشمس. هاي لون قعدها ببيت وحدها لون طلقها هي ماكو غير حل. فهنا لازم يعني الشال هو اكثر سبب للتساقط. طيب خلي نتحدث اليوم ايضا اللي في السافره وحتى المحجبه طريقه الحقن اليوم اللي نشاهدها كلش انتشرت بالفتره الاخيره الميزو هذه التفاصيل اللي تحقن في فروه الراس. نعم. هذه فعاله بعلاج التساقط وحتى تحفز نمو الشعر؟ نعم اكو فعاله اكو لا. خلي نتحدث عن الفعاله والغير فعاله. الفعاله تقلل من تساقط الشعر، تزيد كثافة الشعر 80%. بس أنا الصراحة ما شفت، يعني بالعراق 10% عندنا فعالة. يعني يجون الشباب يسألوني، يجون بنات تقول أنا حقنت كذا جلسة بس ما حصلت نتيجة، ليش؟ السبب يعني المادة مو فعالة. مع العلم صح أكو استمرار، هو بلازما صح من الجسم بس المواد التنحقن، بس الفيتامين المضاف لها مو صحيح. في نفس الحالة البلازما أو الميزو. الميزو هو أفضل مادة تنحقن للفروة الرأس تكون فعالة. شنو؟ الميزو طبعا. بس لازم يكون بالفيتامينات الصحيحة. ونشوف أيضا بعض الأشخاص وأسعارها مو رخيصة. أنا مو دكتورة بس أسعارها مو رخيصة. أكو بعض الأشخاص يقول أني استخدمت الميزو أو البلازما لكن قمت أعاني من تساقط شعر. صح. السبب صار عنده تحسس المادة تفاعلت بالفروة الرأس، فمستحيل راح يوقف حتى تساقط، راح يزيد تحسس. أني بالنسبة لي أنه إذا أريد أنصح يعني مثلا بالحقن، إذا يعني ما متأكد من مكان لا تحقنين ولا يحقن. صح. كل الشعر خطر. صح. تصير أمراض سرطانية يعني هنا نخاف. سامح الله عافانا وعافاكم الله. زين إن شاء الله. تمام. بالآونة الأخيرة شفنا إنه كثير من المراكز وكثير من البيجات تنشر إنه شعر مستعار وبوارق رجالية وحتى النسائية. نعم. شلون نقدر نعرف إنه هذا الشيء زين أو هذا شعر أصلي أو هذا شعر طبيعي؟ لأن يعني الصراحة تجيبين تدخلين محل أو تدخلين مركز خاص بالبوارق أو الشعر المستعار ما راح نعرف، يعني ما راح نميز. سؤالك كلش حلو. نعم. تجيني تقولي شلون اعرف الشعر الطبيعي؟ اول شغله اكو بعض الناس يشعلون بالنار، اكو بعض الناس يشتمون ريحته، واكو بعض الناس تقول لك بالصبغ يبين. ما يبين الا بالاستخدام ورا شهر شهرين ما يبين. اقدر مثلا مع احترامي للفظ اغشك. نعم. شهر شهرين انت ما تعرف، بعدين على غفله تكتشف انه مو طبيعي. الشعر الطبيعي كلش غالي. نعم. مو رخيص. البواريك الطبيعية غالية. هاي أول نقطة. ثاني شيء أنت اقتنعي أنه هذا شعر يعني منك ومني 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 كله ملموم، هل يعني معقول يجي بسعره كلش رخيص؟ لا أكيد. وتعبانين عليه وهيك واصل؟ وبالعلم يدخل معامل. وأكو زيت خاص إله، أنه هذا الزيت يبقى الزيت عمود يبقى سرح. عمود ما يتساقط. وارجع واقول بالشعر المستعار اكو نوعيتين. نوعيه العادي الغوامق، الغوامق لا تخاف ما عليها شيء، بس تجي بالفواتح، الفواتح مسحوب حتى لو صح. طبيعي هو تعبان. صح. فتفضلين شنو راح تقول لي؟ راح اقول لك افضل الغوامق. هنا من تشترين اشتري غوامق، راح تقول مو اكو بنات يحبن الفواتح. من تشتري فواتح مهما تكون نوعيتها خل تعرف انه راح يتعب شهرين ما يبقى عادي. أو هو تعبان يعني. لأنه مسحوق. نعم. يعني شعرك وساحبته. خلينا ننطي أيضا وقت الأشخاص اللي اليوم أيضا بالفترة الأخيرة شاهدنا زراعة الشعر. نعم. شلون يقدرون يهتمون بفروة شعرهم؟ نعم. يقدرون يحافظون حتى على شعرهم الجديد البيبي هير مالتهم. نعم. يطلع بكثافة أكثر ويحافظون عليه على من عدم التساقط. حلو. من يقرر يزرع أو تزرع شعر؟ لازم قبل العملية. أي بصورة عامة لازم تعرف نقطتين، بأنه زرع الشعر لازم تكون ما عندها عامل وراثي للتساقط على مود لثلاث او حتى الصلع. لا هو عامل وراثي. عامل وراثي للتساقط او الصلع؟ التساقط لا وللصلع، للاثنين ممنوع تزرع. تم. اذا تعرف عندها عامل وراح يطلع مو الخال ولا جد، يطلع جد 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 وما يكتشفوه. فانتم لا تكلفون نفسكم عناء المحاوله. اي وبكان اكو بعض البنات بكان ما عندهم ثلاث نبتات بالشعر، عندهم وحده. هنا يجون يقولوا لي اقول الزرع ترى زرع ما يفيدك، يقول لا زرعوا لي. هنا ما يصير تزرع. شلون نحافظ عليه؟ زرعنا. اول نقطه هو ثلاث سنين اربع سنين العفو انتهى الموضوع. يعني هو راح يرجع هم يتساقط. حلو؟ هاي اول مره نسمع بهاي المعلومه. يرجع هم يتساقط. راح ترجع هنا تضرب ميزو او بلازما او تستخدم شامبو راح يطوها خاص. زين؟ ويطوها ويا مثلا علاجات لازم تستمر عليها. ما تتركها. تمشي امورها كم سنه وبعدين وراها ينتهي الموضوع. يرجع يتساقط.
اها ويعني اريده منك هم تسالين عم تتاكدين ورا سنين يرجع يتساقط اللي عنده عامل وراثي حتى لو ما عنده عامل وراثي نعم هو زرع زرعه انت يجي يوم ينتهي ارجع واقول لك كل شيء رب العالمين خلقه طبيعي صح نعم كل شيء مصطنع من عندنا مو صح اها طيب احنا هسه حكينا على زراعة الشعر خلينا نحكي على الحاجب بالآونة الأخيرة انتشر موضوع انه زراعة حاجب او حلو. حتى شعر مستعاري لزقوب الحاجب او يضيفوه اكستنشن اي هذا يعني شنو الموضوع هذا شيء ابد مو ناجح مال اكستنشن بس ايضا ده يشوفه متوفر مو صحيح اول شيء مو حلو هو مو حلو اصلا شكله انت شفته حلو لا شفتيه حلو لا مو حلو هذا الشيء ده ياثر على البشره اعلانات ونسوي شو نحاول انه نوصل فكره انه والزراعه حلو. الزراعه حلو بس الايد الصحيحه تشتغل صح واكو اشخاص ايضا مناسبين لزراعه الشعر واشخاص غير طبعاً مناسبين طبعا اكيد اكو شيء بروفيسور واكو عامل لا البيشنت نفسها الحاله نفسها الحاله نفسها ذكرتي اكو بقى اشخاص هو بالزرع هو اللي يحكم انه كسره الشعر شلون راح تجيبها بالحاجب نعم. خوفك اذا ياخذ بصيله كلش خشنه وكل اسبوع تقص حاجبها هذا كلش خطر نعم او هي الحاجب راح يطلع يعني الشعر راح يزرع مو نفس شعر الحاجب الاصلي الزرع يطلع شعره بسرعه بالحاجب وياثر على صحه البشره لا ابد ما له ما له علاقه طيب هم يساقطنا في زراعه الشعر اكثر هسه اكو ناس قامت تزرع بطريقه صح صح بس لا تاخذ مثلا شلون افهمك من انا ناعم من خشن اخذ الناعم لان هذا حاجب اذا اخذت الخشن ايش قد سرعه طول الشعر تصير اسرع بالحاجب يعني انا اعرف صديقتي قامت كل اسبوع تقص يعني شيء بشع صار زين شلون توقفي صح الطوال يصير ضفيره يعني كارثه فناخذ البيبي هير للحاجب اها يكون كلش ضعيف طيب اكو هنا اغلب ولو يعني اقاطع شبه يعني اغلب البنات او الشباب عندهم شيب بالجوانب يعني شو راح ياخذون الشيب باوع الشباب قليل يعني صار حاجبهم شيء لا لا تخاف الشباب قليل مو كل شيء يساوون قاموا يشاركون بالاهتمامات زين خلينا نتحدث ايضا اليوم عن الزيوت الطبيعيه وايش قد هي مفيده للشعر واهم انواع الزيوت اللي لازم احنا نعتمدها عالم الزيوت عالم يعني مثل زيت الخروع للشعر مثل زيت السمسم بس وين الاصل نلقي ببلاد الشام مو عندنا ينعصر قبالك ولا صدقي اها حلو واني ما عندي زيوت من داحكي بالي حيزعلون علينا لا باي اول شيء انت عندك عمان عندك فلسطين نعم. عندك سوريا عندك لبنان الجبال اللي عندهم عندنا احنا بالعراق غير بس بالاقليم كردستان نعم زين انت قبالك ينعصر مرات الشيء قبالك او قبالك بس مو صحيح طيب تصفني تقول شو ما بي نتيجه خلي يجيبوا لك من عمان زيت الزيتون انت ماخذه من بغداد كله اكيد حتى الطعم يختلف حتى مال الاكل ليش اها اذا كان زيت اصلي كلش مفيد للشعر اذا كان مو اصلي طيب. تقليدي واسعاره كلش هاي الطاله يعني اكو اسعار ترى تضحك عليها صح والله بالزيوت الطبيعيه ترى غاليه مو لعبه صح طيب بالحديث عن الزيوت اليوم نشوف ايضا الاجتهادات الشخصيه تقول لي انه هي زيوت خلي اني اسوي ميكس من كل الزيوت وما تعرف هي الزيوت الحاره الزيوت البارده الزيوت نعم. اللي تتخلى على اطراف الشعر الزيوت اللي تتخلى على فروه الراس اليوم ايضا بها مضار وسبب تساقط شعر صح فلازم يعني شويه احنا نثقفهم واكيد هذه الرساله حتكون موجهه من هذا اول شيء تخلي تشتم الزيت لانه مهما يكون الزيوت اللي عندنا احنا درجه الحراره ما تتحملها طيب فتنتهي بسرعه فمن تجي تستني تقول دوما استخدمت كذا زيت كذا زيت كذا وهي تسوي الخلطه من كيف بالضبط هذا الشيء مو صحيح لانه اكو زيوت حاره ما تصير تتخلى اكثر من ساعتين على فروه الراس سالني سؤال هو قبل شوي قال لي من يجيك تزين الدكتور قلت له هذا مو اختصاصي فاني مو اختصاصي ولا اختصاصي احنا من كيفنا نسوي زيت ونحط الشعر هنا أنا غلط هنا أنا تروح عند يعني ابو عشاب صحيح نعم تختار منه زيوت صحيحه يكون مضمون بس ارجع واقول لك احنا كعراق ما عندنا زيوت صحيحه اها طيب اكو سؤال اخير بدي اسالك اياه اغلب البنات وحتى الشباب من يخلون اي منتج شعرهم او الايديناتهم راح يمسحون وجههم يعني هذا الشيء ناجح يعني مضر للبشره ولا لا؟ باوع يعني خلى زيت الشعر مسح ايده مسح وجهه او مسح ايديناته هذا الشيء كلش غلط أها. لانه اذا هو يشتغل صح الزيت راح يسبب يطلع شعر بوجهه وبايده
أي. فاكو أكثر الزيوت للشعر لا تستخدم لا للإيد ولا للوجه ولا للبشرة أصلاً. تمام. طيب سابقاً أهلنا قبل يستخدمون اسمه الصابون الرقي للشعر وشوف شعرهم صدق يجنن. صحيح هاي فعلاً صحيح. لازم يعتمدوا؟ طبعاً أكيد باعت كان الغذاء صحيح أسلوب الحياة صحيح الغذاء كانوا ما يتحرضون لهاي الصدمات النفسية الحادة نفس السن والازدحامات والحار. اي هذا الجيل انا اشوفه تعب يقول جيل مرتاح لا هو مو جيل مرتاح تعبان جيل تعبان لا. جيل مو نفس قبل اهل قبل كل شيء عندهم مناعه قويه اكلهم صحي ينامون ابنامون الحلو ينامون من وقت صح يعني ببيتي وجدي كانوا ينامون من الساعه بالعشرة نعم هسه ماكو سهرانين هم قبل ينامون اي مو صح صح هسه تتذكرين انت ببيتك وجدك تلقاهم ينامون من وقت صح مو نفس ويقعدون من وقت ويقعدون احنا حتى اذا ننام من وقت ما نقعد من وقت نظام الغذائي كلش مهم بهذا الموضوع. طبعا احنا جدا نشكرك حبيبتي الوقت مضى بسرعه مع حضرتك يا ربي نهار سعيد لك اشكركم نورتينا ونتمنى لك التوفيق في مجال عملك وان شاء الله يكون لك فروع بكل المحافظات العراقيه. شكرا لك والتواجد شوي انا نورتينا. احنا راح نستمر بتكمله باقي الفقرات لكن هالمره راح نروح الى سوق الشارجه حتى نتعرف على اجود انواع الصابون ومراحل تصنيعها الى هناك.